منير وين الصوابط يا منير؟ وين الصوابط؟ ايش يعني؟ وين ضربوك، بالبيت ولا وين؟ البيت. طفولة تائهة بين الرصاص والدمار، لا تفقه معنى الإصابات بل إحساسها، فالحرب وضعتهم أمام أبواب المستشفيات وواقع الخسارة. خبطنا براسنا. ماما وبابا سالمين. خسارة غفلوا أحيانا عن وقوعها، ففي الداخل طمأنينة قد تتبدد خارجا. حبيبي يا اخوي، حبيبي حبيبي، احكي لنا شو صار. احكي لك صار معي وقاتل الثاني. كرسي هاتوا له، كرسي يا اله الا الله، ينصبرنا يا رب. باحة مستشفى الأقصى اكتظت بسيارات الإسعاف وأشخاص لا يزالون تحت هول الصدمة، يخرجون منها ويعدون على أصابع اليد من قتل ومن أصيب ومن ظل مفقودا. شارع البيئة. ايش ضربوا؟ ايش ضربوا؟ ضربوا بيئة. ايش كم إصابة؟ كم شخص؟ بيجي 10 يا أخي. كلهم متصابين؟ مش استشهدوا، بيجي 6-7. اه كم واحد متصاوب؟ كم واحد متصاوب؟ قولي لي كم واحد متصاوب؟ اختار يا خالي، اختار المربع كله يا خالي. بعضهم يحاول الوقوف رغم الفاجعة، فالصغار على الأسرة ويحتاجون العناية، فيما آخرون التزموا الصمت، صمت يعقبه سؤال محير عن وجهة العودة حاليا. أين حروق؟ أين حروق عن ماما؟ أين حروق عن ماما؟ عبر وعبر خلاص. عبر وعبر. Thank you.